معاكم اليوم الاول لغلق المحلات التجاريه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء اليوم بغلق المحلات التجاريه في تمام العاشره مساء. النهارده في استجابه واسعه من كافه المحلات لقرار الغلق من مجلس الوزراء، ويستثنى من هذا القرار الصيدليات والاماكن الخدميه والمطاعم زي ما حضراتكم شايفين. يعني معانا كافة المحلات موجودين معاكم من الشارع التجاري بمحافظة الإسماعيلية، وهو أكبر الشوارع اللي يعني بتضم عدد كبير من المحلات التجارية بمحافظة الإسماعيلية، وبيشهد كثافة سكانية عالية في نطاق حي ثالث. منذ تمام الساعة العاشرة يعني هناك حملة من الحي والأجهزة الأمنية للتأكد من تنفيذ القرار مجلس الوزراء. النهاردة محافظة الإسماعيلية بتشهد تطبيق اليوم الأول لقرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية في نطاق محافظة الإسماعيلية، وهناك حملة من الأجهزة الأمنية وقيادات الأحياء للتأكد من تنفيذ القرار. وفي تمام الساعة العاشرة مساء اليوم كان هناك استجابة واسعة من المحلات التجارية لتنفيذ القرار زي ما حضراتكم شايفين معانا في الصورة، موجودين معاكم في الشارع التجاري في نطاق حي ثالث بالإسماعيلية اللي بيشهد يعني غلق جميع المحلات التجارية والتزام الجميع بتنفيذ القرارات الخاصة بغلق المحلات لتوفير الكهرباء. طبعا يعني هناك بعض الاستثناءات من هذا القرار والتي تشمل الصيدليات والمستشفيات ودور العبادة من تنفيذ القرار تخفيف الأحمال. يعني زي ما حضراتكم شايفين معانا في الصورة أحد المحال التجارية يقوم بتنزيل الأبواب استجابة لقرار مجلس الوزراء بتخفيف الأحمال وإعلان موعد انتهاء رسميا. الأزمة الخاصة بتخفيف أحمال الكهرباء في مكافأة محافظات مصر. Thank you.
طب ما العدو يعني مين طيب؟ مشاهدينا بنرسل مع حضراتكم المحافظة الإسماعيلية اليوم الأول لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيف الأحمال والتي شملت القرار عدة محاور أهمها غلق المجال التجارية في تمام العاشرة مساء كنوع من تخفيف الأحمال و من نطاق المحافظة. كمان معنا في الاتجاه الآخر من الشارع التجاري بمحافظة الإسماعيلية هناك صورة حية تؤكد التزام كافة المحلات التجارية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية لتخفيف الأحمال الخاصة بالكهرباء. طبعا بيستثنى من هذا القرار الصيدليات والسوبر ماركت والمحلات الخاصة بالأطعمة كنوع من خدمة المواطنين. تواجد أمن في الشوارع منذ الساعة العاشرة مساء للتأكد من التزام الجميع بتنفيذ قرارات يعتبر أكبر المناطق التجارية والتي تضم عدد كبير جدا من المحلات التجارية لأنشطة مختلفة، ويشهد يوميا يعني تواجد المئات والآلاف من المواطنين للشراء من هذه المحلات، ولكن الجميع التزم بقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيف الأحمال وغلق المحلات التجارية في تمام العاشرة مساء. مشاهدينا الكرام، شفنا مع حضراتكم وتابعنا معاكم حالة المحلات محافظة الإسماعيلية والتي ترصد الالتزام أكمل بقرارات مجلس الوزراء بتخفيف الأحمال الخاصة بالكهرباء طبقا لقرار مجلس الوزراء. شكرا لكم مشاهدينا.